نعم، نحن الآن في قرية بليم بجبل الزاوية، حيث أغارت طائرة حربية من طراز سو 24 البارحة مساء على هذه القرية. كما نشاهد هو ملعب لكرة القدم، نلاحظ هنا أحد الحفر التي خلفها القصف من قبل الطائرة الحربية سو 24 على هذا المكان. نتيجة هذا الاستهداف سقط أطفال بين شهداء وجرحى. في باحة تقريبا صغيرة جدا عم بيلعبوا فيها بالكرة، فاجت الطائرة والقت صاروخين. الصاروخ الاول هدم من السور، يعني لو الكاميرا توصل له حوالي 50 متر، خلعت السور تماما، واصيبت 8 اطفال، 4 استشهدوا على الحارق تماما، قطع روس وقطع رقبي ويعني تشوهات، وفي طفل اخر يعني تحت العناية المشددة اصابته بالراس وكسر في الجمجمي وضغط على الدماغ. يعني حتى لو عاش هذا الطفل اكيد يعني في تسبب له شلل او عاهة دائمي. ضربة تحد مني بعيد عنا 10 متر، اجيت كنت متت فيها. في كنت معرفية دقت الهيك، كان نزلت فوق دفشته وانا هيك دفشت له وانا بعدت ووقعت شازي على الارض وبس. يلا الحمد لله على السلامه يا عمو. الله يسلمك. كنا باب المسرح عم نلعب بالطابه، اما بدنا نحل وما جاوا ابن عم كبير، وقفنا انا شفتوا الطابه اللي عندنا، قلنا لا، طلعنا هي سمعنا صوت طياره شفناها، مو بعد ما قطعت بشوي سمعنا صوت الصواريخ، كلهم بطحوا. أنا ما يعني تمت صوت أريون، جتنا هون شظي أم حسيت فيها، أول شي بلاقيت انقصت، بعدين إجت ضربت هون شظي ولقيت لهون وأخذونا على المستشفى. ما كنا عم نلعب بالطابة واقفين بنص المرج، إجت الطيارة عم نلعب وانطبت صاروخين. ايوه ما صرنا نرقد، طلعنا لبرا، صيح لحسن اخوي اجرح بتوجعني، ودينا لعند عمتي وجا زلمه اخذني اسعفني على حسين. مع مين كنت عم تلعب؟ مع اولاد عمامي، طواري واولاد عمامي كلهم. إذا 4 شهداء حتى اللحظة، والعدد مرشح للزيادة نتيجة إصابات خطيرة أصابت الأطفال بعد استهدافهم من قبل طائرة سو 24 أثناء لعبهم في هذا الملعب الذي يبدو من خلفي في قرية بلين بجبل الزاوية. أنس تريسي، أورينت نيوز، محافظة إدلب.